في اهتمام كبير جدا بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني اللي احنا مهتمين بيه، والشارع المصري مهتم جدا بالحوار الوطني. ولو هنتكلم خاصة عن ملف الصناعة، لأن الدولة مهتمة جدا بتطوير يمكن قطاع الصناعة في كل المجالات. بنتكلم نقل وتوطين الصناعات المهمة اللي بتشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري. صحيح يا باسنت، دايما بيقولوا على الصناعة يعني هي الحصان الرابح لأي اقتصاد، ودايما الكتلة السكانية بتاعتنا في مصر مفروض ان هي تساعدنا على ده. احنا 100 مليون وسط الشعوب، يعني اكتر شعب فيها 30 مليون. لو بصينا على مثيلتنا المانيا في اوروبا 80 مليون، لو بصينا على الصين العملاق في اسيا حواليها دول صغيرة، فهي اللي بنت الصناعة محتاجة ايد عاملة. الايد العاملة عندنا، التكنولوجيا عندنا، الخبرات عندنا، عندنا كل حاجة. طب النهاردة احنا هنتكلم عن قطاع الصناعة، ايه اللي ناقصنا تحديدا؟ ايه الصناعات اللي نقدر بالفعل في مصر نتوسع فيها؟ ايه هي الافكار المطروحه علشان نطور الصناعات، علشان ندعم الاقتصاد، علشان نعمل موازنه في قصه العمله الصعبه؟ خلينا نرحب بضيفنا في الاستوديو دكتور بهاء ديمتري، مقرر لجنه الصناعه بالحوار الوطني. مشرفنا النهارده في الاستوديو. صباح الخير يا مصر، هندردش معاه في كل هذه المحاور والتفاصيل. صباح الخير يا دكتور بهاء. صباح الخير يا استاذ مصطفى. صباح الخير يا استاذ بسنت. اهلا بك يا فندم. يعني الصناعه بتدخل في الناتج المحلي مباشره، يعني نتائجها مباشره على المواطن المصري. النهارده حابين نعرف من حضرتك اللجنه هتتكلم عن ايه، ابرز العناوين اللي هتناقشها اللجنه. اشكركم طبعا على الاستضافه، وبحيي كل اسره البرنامج. طبعا عايز ادي بس خلفية سريعة المرحلة اللي احنا بنمر بيها، وهي الحوار الوطني. دي سابقة تاريخية في مصر. مصر لم يحدث بها حوار وطني على الأقل في 100 عام الأخيرة، وفي المنطقة كلها، منطقة الشرق الأوسط اللي احنا فيها، لم يحدث حوار وطني بهذا الزخم وبهذه الكثافة وبهذه الأهمية. الحوار الوطني انقسم لثلاث محاور: السياسي والاقتصادي والمجتمعي. المحور الاقتصادي بيتكون من 8 لجان، أشرف بأن أنا مسؤول عن لجنة الصناعة. طبعا الصناعة في مصر، أولا هي صناعة تاريخية، مصر قديمة في الصناعة، ما احناش بنبتدي من الصفر، وما احناش محتاجين نقول من الأول يلا بقى ازاي نعمل صناعة زي مثلا بعض الدول المحيطة زي ما مصطفى بيه أشار. لا، مصر قديمة جدا في الصناعة. لو بصينا كلنا على بيوتنا وعلى لبسنا هنلاقي حاجات كتيرة جدا جدا بنستعملها هي مصرية الصنع، وإن كان من كتر ما احنا اعتدنا على كده يعني مش واخدين بالنا. وبره كمان بنلاقي في أكبر الشركات صنع في مصر. بالظبط يعني. بالظبط. ويعني هرجع للحتة ديت لما نيجي نتكلم على التصدير، بس صنع في مصر على الأقل في الدول اللي أنا زرتها، وكنت فترة من فترات كنت مدير تصدير إحدى الشركات الصناعية. يعني زي ما بيقولوا البيلزرينج او مقبوله كثيرا عند مستهلكين اوروبا مثلا كلها، اكثر من المنتجات المصنوعه في اسيا، مقبوله جدا في كل دول افريقيا. وان شاء الله هنيجي نتكلم بالتفصيل لما تيجي سيره التصدير. الصناعه المصريه بتساهم ب 17% من الناتج المحلي. نسبه متواضعه ولا شايف ان هي ممكن تزيد؟ متواضعه جدا. المفروض ان في دول تانية في الاقليم مثلا عامله ازاي؟ يعني المفروض احنا بنطمح للضعف. اقل ممكن احنا بنطمح للضعف، ودوت ما فيهوش اماني صعبه التحقيق ولا خطط رهيبه ولا قروض بمليارات. هنراهن على ملفات ايه؟ هنعمل ايه؟ اولا زي ما قلت لحضرتك، احنا عندنا العديد من الصناعات المستقره والقويه جدا في مصر، واللي بتصدر لكل دول العالم، واللي السوق مكفيه كافه احتياجات السوق المحلي، زي مثلا الصناعات الغذائيه، زي مثلا الصناعات الدوائيه، زي مثلا الصناعات الهندسيه، من اجهزه لمعدات لالات الى اخره. الصناعات الهندسيه دي بتشمل يعني كل حاجه في حياتنا. صحيح. للصناعات النسيجيه، فاحنا عندنا قاعده صناعات مش قليله وقويه جدا. نحن نحتاج الى ان ناخذ محور الصناعه بجديه، وان هو هدف قوي. طب ايه اللي هيختلف مثلا يا دكتور؟ يعني هل مثلا هنزود مثلا بند معين؟ يعني برضو يعني السؤال اللي مطروح مثلا ونوقش مثلا في عدد كبير جدا، لماذا لا تقوم مصر بصناعه سياره؟ وعندنا كان عندنا عربيه رمسيس ايام جمال عبد الناصر، وعندنا دول في الاقليم زي المغرب وتركيا عندهم سيارات بينتجوها، والموضوع لا يتعدى
سواء شويه تنظيم، لان احنا بننتج بالفعل يعني يمكن نسبه كبيره جدا من مكونات السياره في مصر. بالتاكيد طبعا، وطبعا يعني السيارات في حد ذاتها ما هياش المقياس، ممكن تكون بتنتج حاجات ثانيه، والدول بتتخصص في الصناعات على فكره. تمام. مش يعني مش لازم نعمل سيارات نبقى احنا ده المقياس. تمام. لكن انا عايز اقول لك ان يعني في الفتره الاخيره الشركات العالميه اللي كانت بتعطي حقوق تصنيع في مصر كانت مكحفه حق السوق المصري، نظرا لانه سوق كبير في وسط المنطقه. يعني ما كانش مسموح مثلا للشركات اليابانيه اللي بتصنع في مصر انها تصدر تحت نفس العلامه. طبعا ده كان يعني مش عايز اقول خطا يعني، لكن حاجه مش مظبوط، ان هو ما دام جيت وصنعت في مصر يبقى لازم على الاقل تغطي المنطقه اللي انت موجود فيها من هنا. هو ده بيشتغل عليه النهارده الدولة، وبتشتغل عليه مصنعي السيارات، ان مصر تكون مركز للتصدير لدول المنطقة في موضوع السيارات. لكن تعالى ناخد مثال تاني وهي الصناعات، مثلا الأجهزة الكهربائية. عايز اقول لك ان اكبر شركات عالمية موجودة في مصر وبتصنع في مصر وبتصدر للمنطقة والأوروبا صنع في مصر. طبعا علشان ما اقولش اعلانات، لكن يعني امثلة عندنا التكييفات، عندنا التلفزيونات كلها، التلفزيونات ال سي دي، كل الشاشات، بني سويف، بني سويف والعاشر، والعاشر صحيح، كل الشاشات تقريبا اللي في المنطقه اكثر من 75. يعني ما فيش دول في الشرق الاوسط ولا جنوب اوروبا بتجيب شاشات من كوريا او اليابان، كل بيجي من مصر. عايز اقول ان مثلا ان حجم مساهمه الصناعات الهندسيه في اجمالي تصدير المنتجات غير البتروليه في مصر بيتعدى ال 25-30%. فاحنا عندنا صناعات هندسيه وتحديدا صناعه الاجهزه الكهربائيه قويه جدا. ثاني حاجه الصناعات الغذائيه. الصناعات الغذائيه قويه جدا وبتصدر لمعظم انحاء العالم. زي ما قلت، طب احنا محتاجين ايه عشان نزود محتاجين ان احنا ناخذ الامور بجديه اكثر ولا نعتمد على قوة الدفع الذاتي اللي موجودة، وإن إحنا سوق فيه 110 مليون. يعني إحنا محتاجين وضع سياسات أو سياسات آلية تحفز بالظبط زي ما حضرتك قلتي. أشكرك على الملاحظة ديت. سياسات تحفز فعلا المصنعين على العمل والتوسع ورفع الجودة وزيادة الإنتاج. ونسهل لهم بقى احنا ايه وظيفه احنا النهارده بقى. هنعرف منين المصنعين محتاجين ايه؟ هل في النهارده وجود لاتحاد مثلا الغرف التجاريه؟ هل في وجود لمثلا مشاركه من اتحاد الصناعات المصريه؟ هل في تواجد ليهم في داخل اللجنه عشان يقدروا يقولوا احنا النهارده محتاجين 1-2-3 المصنعين محتاجين 1-2-3 تسهيلات في صناعات متعثره في هل ده موجود؟ في تواجد جفة ليهم؟ جف حلقنا من كتر الملاحظات اللي بترفع للحكومة في أمور كيفية تحفيز الصناعة المصرية. اتحاد الصناعات المصرية من أقوى منظمات المجتمع المدني في مصر إن لم تكن أقواها على الإطلاق. بيقوم بدور قوي جدا، علاقتنا بالحكومة قوية جدا ومستمرة. أنا أيضا يعني عضو شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة الصناعات الهندسية، إحدى غرف اتحاد الصناعات المصرية. اتحاد الصناعات المصرية وغرفه بتقوم بدور قوي جدا 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 في حلقة الوصل ما بين المصنعين والحكومة. طيب ايه اللي ناقص؟ ناقص كتير، ما زلنا محتاجين المزيد من الجدية. انا عايز اقول الجدية في التعامل مع الملف. كمثال في الاراضي الصناعية، ما ينفعش الحكومة تخش في موضوع اتاحة الاراضي الصناعية مضارب وباسعار غاليه جدا. انا يعني مش محتاج بقى احد اقول بقى يا جماعه الدول اللي حوالينا بتعمل ايه والدول اللي سبقتنا عملت ايه، وبتخش تاخد الارض وتاخد مش عارف ايه تاخد ايه. انت عايز تاخد ارض عشان تبني مصنع، كل الدول بتديها ببلاش، كل الدول بتديها ببلاش. احنا النهارده اسعار الاراضي الصناعيه في مصر مغاليه فيها جدا. تكلفه استخراج التراخيص والسجلات وثم تجديدها ثم مرتفعة جدا جدا جدا. تسهيل الإجراءات، يعني بنقرأ كتير ونسمع كتير عن موضوع الشباك الواحد. الحقيقة موضوع الشباك الواحد ده استهلك إلى درجة يعني أصبحت غير مقبولة، لأن الشباك الواحد يا جماعة ما هواش
مبنى أو 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 أو, أو تحاجز زجاجي محطوط فيه فتحة كده. الشباك الواحد ده لازم يكون في دماغة الناس فكرة. اللي قاعدة ورا الشباك. لكن اللي قاعد ورا الشباك هو لسه في دماغه ال100 موظف بيدي له الورقة يمديها بقى من مدام عفاف. أنا آسف الأسماء طبعا لا أقصد أسماء يعني. واطلع عند الأستاذ فلان واطلع عند الحاجة مين وبعدين اختمه من هنا وبعدين روح هات لي بقى صورة من مش عارف. إذا وضع استراتيجية واضحة يعني لزيادة الإنتاج الصناعي، إحنا عايزين استراتيجية واضحة. كمان من تحفيز الحكومة قدمت بعض المبادرات لتحفيز الصناعة. ثم اعترض عليها صندوق النقد وأعيد تعديلها. حاليا في مبادرة من الحكومة لتمويل بعض الصناعات أو تمويل الصناعة يعني عموما بفايدة أقل من فايدة البنك وبس. طب يا حكومة إحنا هنعمل إيه بالفلوس دي؟ أنت عايزة توصلي بإيه بالفلوس دي؟ يعني الخطة الحكومة أتاحت 300 مليار جنيه على 3 سنين بفايدة 11%. طب أنت عايزة تعملي إيه بالفلوس دي؟ يعني أنت عايزة مثلا تزودي الصناعات التحويلية؟ عايزة تزودي صناعة المكونات؟ عايزة تعملي عربيات؟ عايزة ترفعي معدلات التصدير؟ ولا حاجة. تاخد الفلوس. ولذلك طالبنا من خلال الاتحاد ومن خلال الغرف ومن خلال الحوار إن شاء الله ده هيكون مجال إن تكون المبادرات موجهة. يعني اللي هيرفع تصديره بنسبة كذا نتفق عليها وليكن 25% هو اللي يتاح له هذا التمويل. لكن ما ينفعش واحد ياخد تمويل عشان يعمل بيه ايه. يعني هي القصة ان في مطالبات كتير وان لازم الحكومة تدرك ان حجم التسهيلات اللي بتقدمها للمستثمرين غير كافي وغير مغري بالنسبة لدول اخرى في الاقليم، وان ما يتم تحصيله على الارض رغم ان الدولة المصرية محتاجاه لكن العائد منه كمان كم سنة هيبقى اضعاف اضعاف ما ستأخذه الدولة المصرية. حضرتك عايز تقول الكلام ده. تمام. يعني مثلا برضه عشان ايه بعض الناس بتقول لك ان احنا ما عندناش صناعه في مصر او الصناعه في مصر ضعيفه. عايزين نفتكر حاجه قريبه جدا، مش هجيب امثله تاريخيه قديمه، حاجه قريبه جدا ايام الكوفيد والحظر من اول بدايه الموضوع من اوائل 2020 واواخر 19. لما كنا قاعدين كلنا في بيوتنا مفيش حاجه في السوق او في البلد او نقصت. المواطن احتاجها نقصت. حقيقي مفيش كيس مكرونه نقص. مفيش دواء. وفي الوقت اللي دول كبيره عانت من ده بالظبط. ما شفناش الصور اللي كانت بتطلع لنا من على النت في مصر. ما شفناش دواء نقص. ما شفناش جهاز عايزينه واحنا قاعدين نقص، بل بالعكس ده المنظومه الالكترونيه نشطت اكتر في البيع والشراء. فانا عايز اقول بلاش نهضم حق الصناعه. خلينا ناخد المواضيع بجديه. لازم نستهدف من اي خطوه او قرار نعمله يكون فيه هدف مقابل. دايما الـ 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 زي ما بيقولوا البرايس اجينست فاليو. انا هدي لك تسهيلات علشان تعمل ايه. دي من اهم الحاجات اللي لابد ان احنا يعني الدوله تاخدها منهج ليها. وانا بؤكد ان في كثير ما اقدرش اعمم طبعا في اي مجال في ناس كويسه وناس وحشه، لكن الغالبيه العظمى من المصريين قلبهم على البلد ناجحين في على الاقل في مجالي في مجال الصناعه. واديت مثال تاريخي وفي امثله تانية برضو قريبه زي ما ايام ثوره يناير. مفيش حاجه نقصت برضو في البلد برغم من كل الوضع اللي كان صعب دوت ساعتها. مفيش حاجه نقصت. محدش احتاج ازازه ميه. صحيح صحيح صحيح. محدش احتاج ازازه ميه ما لقاهاش. على اي حال احنا محتاجين يعني نشوف ايه المحاور بالفعل اللي حضرتك بصفتك مقرر لجنة الصناعة هتقدمها للحكومة المصرية. بالتأكيد في مطالبات بتيسير بعض الإجراءات بإعفاء أو منح تعطيها الحكومة المصرية. بالتأكيد هناك مطالبات، لكن حتى يعني نوضح أيضا ما هي الاستراتيجية كاملة، ما هي ملامحها، حتى يكون هناك صناعة مصرية قوية تقدر تنافس، تقدر تزود قصة العملة الصعبة، تقدر تحل أكتر من مشكلة خلينا نتناقش فيها. ولكن خلينا نخرج لفاصل قصير ونعود بعده لاستكمال فقرتنا النهارده في صباح الخير. بس خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين كلام عن يمكن الشغل الشاغل للشارع المصري النهارده الحوار الوطني، وبالذات بنتكلم عن المحور الاقتصادي وبدخله اكيد لجنه الصناعه. ومعانا النهارده منورنا في الاستوديو دكتور بهاء دمتري مقرر لجنه الصناعه. اهلا بيك مره ثانيه يا فندم، منور. اهلا بحضراتكم.
احنا كنا بنتكلم مع حضرتك قبل كده عن يمكن محتاجين ايه في الصناعه، محتاجين ايه والتواجد للجنه التجاره محل النهارده، المصنعين احنا قادرين نعرف هم ايه اللي محتاجينه، الاهداف والافكار هل واضحه منهم، هل مراجعه السياسات الصناعيه النهارده بنتكلم في اللي موجوده داخل الحوار هتساهم في حل المشكلات؟ وانا بس عايز اوضح لحضرتك ان مهم جدا علشان نقدر نحل اي تحديات موجوده ونواجهها نعترف بوجود هذه التحديات اصلا. قد يكون القوى المؤثره واللي بنطالبها باتخاذ اجراءات قد لا ترى اساسا المشكله في اللي احنا قاعدين نتكلم فيه دوت. ودي قضيه ثانيه وكبيره ويعني هتاخد حلقه ثانيه لوحدها. لكن خليني اقول ايه ثاني ممكن تحديات بتواجه الصناعه. احنا اتكلمنا عن الاجراءات وتسهيل الاجراءات. نتكلم على اتاحه التمويل. لما بنتكلم في خلال الست شهور الاخيره من دعوه الحوار لغايه النهارده في سنه، لكن الست شهور الاخيره لما بنتكلم على التسهيلات والاجراءات والتمويل والتعليم الفني والتصدير كل الكلام دوت المصنعين مش قادرين يشوفوه دلوقتي ويسمعوه كويس، لان بتاتي على قمه التحديات والمشاكل العنيفه اللي بتواجه الصناعه هو مشكلة عدم فتح اعتمادات مستندية للمواد الخام ومكونات الإنتاج من البنوك. دي مشكلة رهيبة جدا بتعتصر الصناعة وأولوية رهيبة لابد أن يتم إتاحة. وطبعا مش عايزين نعيد تاني بقى ما هي مكونات الانتاج، احنا كلامنا الكلام دوت كلامنا مواد الخام 10,000 مرة بالظبط، يعني 10,000 مرة. لكن إتاحة يعني إتاحة العملة لاستيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج والإفراج عن البضائع اللي على رأسفة المواني لابد أن يأتي في أولوية أولى. حتى إيفن لو أنا بهتم بالأكل والدواء قبل دوت، ما هو لازم المواطن يبقى معاه فلوس بيشتغل وبيقبض عشان يشتري أكل ودواء، ولا هنوزعه عليه ببلاش ولا نعمل إيه بالظبط؟ فإذا لابد أن تأتي الصناعة ومكونات الصناعة في قمة هذه الأمور. طبعا مش محتاج أستفيد لأن في زملاء وبرامج كتيرة استفادت في هذا الأمر كتير جدا، أن هذه المشكلة قوية جدا جدا جدا، عدم توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام ومكونات الإنتاج مشكلة تعتصر الصناعة في مصر، حاجة قوية جدا فلابد من مواجهتها في الفترة الأخيرة. نأتي بعد ذلك تكلمنا عن تسهيل الإجراءات، تكلمنا محتاجين نتكلم على إتاحة الأراضي الصناعية. إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار رمزية مقابل الإنتاج في خلال 3 سنين. حضرتك بس أقول يعني قلت العنصر ده وأكدنا عليه. إتاحة التمويل. أيوه. التصدير، الاهتمام بالصناعات التصديرية والاهتمام بالصادرات. عاد لحد يتخيل يا جماعة إن إحنا من 1/7/22 حتى الآن ما عندناش منظومة رد أعباء الصادرات الجديدة. تم إلغاء المنظومة القديمة ب 30/6 وحتى الآن لم تصدر المنظومة الجديدة. دولة رئيس الوزراء أعلن عن تسهيلات جديدة وعن في قريب أظن كان في العاشر من رمضان، وأعلن عن إن هيتم إجراء منظومة رد الأعباء الصادرات قريبا. هذه أساسا إحنا من 1/7 المصنعين كلهم من واحد أو المصدرين من 1/7 حتى الآن إحنا ما نعرفش أعباء الصادرات النسبة اللي هتترد كام. هل ده ينفع؟ هل ده جو؟ طب الحاجات دي يتيح. اتناقشت في المؤتمر الاقتصادي اللي تم عقده من عدد من الشهور، أعتقد إن برضه كان في حوار وكان حضره السيد رئيس الجمهورية. تمام، كان الحقيقة يعني خلينا نتفق من حيث المبدأ إن كل لقاءات الحوار ما بين كافة أطراف التحديات اللي بتواجهها مصر هو شيء جيد ومطلوب ومستحب. لكن هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، لكن احنا
كمان يا فندم عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو المشروعات يمكن الصغيره والمتوسطه اللي ليها دور مهم جدا في دعم وتنميه الاقتصاد وتوفير فرص عمل وزياده الانتاج. عشان كده ملف المشروعات الصغيره والمتوسطه بيعتبر من اولويات الحوار الوطني، ويمكن هيكلمنا عنها دلوقتي عبر الهاتف معنا المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيره والمتوسطه. صباح الخير على حضرتك، اهلا بيك. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بركه باشمهندس علاء. وربما الصناعات الصغيره المتوسطه بتستحوذ بشكل كبير جدا على اهتمام الحكومه المصريه، ليها عدد كبير من التسهيلات، انشات ليها عدد كبير من الاجهزه التنفيذيه لتمويلها ولدعمها. شفنا في وزاره التضامن في نوع من الاشكال، شفنا لوزاره الاستثمار نوع من الاشكال، شفنا في اكثر من وزاره برامج كثيره للتمويل وخلافه. تفتكر ممكن نطور ده ازاي في الحوار الوطني؟ صباح الخير اولا، وصباح الخير على استاذنا ضيفنا ضيف حضرتك الكريم اللي هو استفاض وقال تقريبا طبعا مواجع الصناعه بصفه عامه. بس زي ما حضرتك في البدايه تفضلت قلت ان وزاره كذا شغاله والهيئه واكس وواي، هي دي المشكله اللي موجوده. لما اطراف كثيره بتشتغل فكل واحد بيبقى ليه استراتيجيه وله دي طريقه شغل. طالما ما فيش استراتيجية موحدة وواضحة المعالم، الكل بيتحرك باتجاه بيحصل أزمة. مش لازم حضرتك لما تكوني رايحة مسافرة اسكندرية وليكن تاخدي نفس الطريق اللي أنا أخده. أنت عايز تروح اسكندرية وأنا عايز أروح اسكندرية، بس كل واحد هنا ممكن يروح من طريق. إنما لما نتفق يبقى كلنا نمشي طريق واحد. فإحنا وجهة نظرنا دائما عدم وجود استراتيجية موحدة ملزمة للجميع، ويمكن ده سبب وجود الحوار الوطني يا فندم، انه يبقى فيه مخرجات منه، منها انه تقولوا محتاجين ايه وشايفين ايه، وانتوا رجال الصناعه فانتوا اكتر ناس هتعرفوا تقولوا احنا والله ناقصنا كذا، والحكومه بدورها ستصغي لهذا الحوار. اللي احنا بنتكلم فيه بقى هنا، هل النهارده شايفين ان المشروعات الصغيره والمتوسطه من ضمن اولويات الحوار الوطني المحور الاقتصادي بالتحديد؟ أكيد طبعا المشروعات الصغيرة المتوسطة في أي دولة على مستوى العالم هي اللي بتمثل النسبة العظمى في إجمالي المشروعات الموجودة في البلد، وهي دي. بس عشان نرجع بس خطوة ورا كده، يعني إيه مشروع صغير ومتوسط؟ هو مشروع هي الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة، ده جزء طبعا الفيدنج اندستري كصناعة مغذية، وجزء اند برودكت ممكن يبقى منتج نهائي. بس الكونسبت بتاع المشروع الصغير والمتوسط إيه؟ مشروع سريع وبسيط وسهل تعلمه نسبيا طبعا. يعني في مشاريع لو انا داخل مثلا في مشروع رمل السيليكون مثلا، مشروع ممكن ياخد 5 سنين، لو داخل في مشروع حديد وصلب ياخد. انما المشروع الصغير معروف ان هو في خلال سنه سنتين بيبدا ينتج، محتاج فلوس مش كتير. فاذا هو ده الحكمه من وجوده، هو وسمي كده عشان كده. صحيح صحيح. طيب، النهارده هل احنا عندنا توجه واضح احنا عايزين نخش في ايه؟ هل عايزين نخش الصناعات المغذيه زي ما حضرتك تفضلت؟ ده اتجاه. طب الصناعات المغذيه بتاعت ايه؟ هل محتاجين الاجهزه المنزليه مثلا؟ هو بالتاكيد الدوله المصريه لما عملت الحوار هي محتاجه تسمع. طيب احنا لو الحوار الوطني يا فندم يعني بينتج عنه مدخلات ومخرجات، المدخلات هي اقتراحات حضراتكم والمخرجات هي تنفيذ من الحكومه وتشريعات في البرلمان. حضرتك تطالب بايه حتى يكون هناك تنفيذ من الحكومه او يعني اجراءات تنفيذيه من الحكومه وتشريعات صادره من البرلمان فيما يتعلق بملف الصناعات الصغيره المتوسطه؟ وجود جهه واحده تملك الصلاحيات الكامله لاداره هذا الملف. تمام. ما ينفعش النهارده ان يبقى في اكتر من جهه وكل جهه عندها جزء من الصلاحيات. فالنتيجه ان ما بيحصلش توافق. يعني زي ما حضرتك تفضلت نقطه مهمه دي، واحد عندنا اتنين ايه تاني؟ وجود استراتيجيه واضحه. انت عايز ايه؟ عايز تعمل تصنيع منتجات منتج نهائي زي اللي اتكلمنا فيه قبل كده اكتر من مره، الحاجات الخفيفه اللي بنستوردها، ولا عايز تخش في صناعه سيارات مثلا وتبدا تعمل مدخلات ليها، ولا عايز تخش بصناعه كذا؟ يبقى في رؤيه مستمره. نمره ثلاثة، وجود قواعد طويله الامد. يعني لما تيجي تحط قواعد لاي موضوع
ما تحطش قاعده النهارده وتيجي تغيرها بكره وتيجي تغيرها بعده. طبعا انا مش هتكلم بقى على قضيه توافر الدولار لان خلاص يعني. طيب انا عايز اتكلم معاك عن يمكن الحكومه وفرت للمشروعات الصغيره تمويل. انتوا شايفين ده ازاي؟ ايه اللي احنا يعني هل ده كان كفايه؟ عايزين تاني ايه؟ فعايزه اعرف. لا اهم حضرتك من التمويل المعلومه. يعني حضرتك النهارده لما تيجي تقول انا عايز اعمل مشروع صغير واجي اقول لك خدي بالك مثلا شماعه، انا بديكي مثال طبعا يعني مصر بتستورد مليون شماعه في السنه والشماعات دي بيشتريها فلان وتكلفتها كذا وبتتعمل بالطريقه دي وممكن تعمليها في المكان. اديتك ملف كامل تقدر تشتغلي معلومه قبل ما تيجي الفلوس. في ظل عدم وجود معلومه انت ما تعرفيش احنا بنستورد ايه ومنين وبكام وازاي يتعمل. احنا بنتكلم بقى في ما هو عشان الدوله توفر تمويل كانت محتاجه معلومات عشان هي هتدي الفلوس دي على اساس ايه؟ التسهيلات والتمويلات اللي كانت بتديها الدوله كانت بناء على المعلومات. ما هو انا علاء عايز اعمل مشروع صغير النهارده، جاي النهارده عايز اعمل مشروع صغير. اعمل العجله بتاعت الثلاجه ولا اعمل الفريم بتاع الثلاجه ولا اعمل فانوس العربيه ولا اعمل، انا اعرف منين التوجه اللي هعمله حوافز؟ ما انا لو جيت قلت النهارده هيبقى في توجه في صناعه مغذيه لانتاج شيء معين انا عايز الدوله بعد 10 سنين تبقى متفرده فيه، هبدا اديله حوافز بقى، دي قصه ثانيه. انما بحدد الاتجاه وابدا اشتغل على هذا الاتجاه. اقول له والله انت لو جيت اشتغلت في الحته دي انا هعمل لك حوافز ضريبيه، هعمل لك حوافز ايا كانت ايه هي يعني، هسهل لك الاجراءات، هعمل اي حاجه. اللي عايز يشتغل في حاجه ثانيه خلاص يشتغل طبعا. انما الحته دي انا كدوله مهتميه بالموضوع ده، مهتميه بمثلا الخلايا الشمسيه مثلا. والله قررت ان اخش في الطاقه النظيفه بعمق. طب ده محتاج ايه؟ لا ده محتاج صناعات صغيره متوسطه كم كذا كذا، يبقى هذا ده دعم الاتجاه ده. فاذا النهارده وجود توجيه من الذي يملك المعلومه والذي يملك الاستراتيجيه انت عايز ايه كمان 10 سنين. زي بالظبط ما المغرب عملت. المغرب النهارده انتجت اكثر من مليون عربيه وبدات تفكر انها تعمل براند ليها. صحيح. هل الكلام ده جه في يوم وليله؟ لا. صحيح. ده جه شغل 10 سنين لحد ما بقى عندهم فعلا صناعات مغذيه للسيارات واصبحت. صحيح. طيب باشمهندس علاء، باشمهندس علاء خليك معانا. يعني الدكتور بهاء ديمتري مقرر لجنه الصناعه في الحوار الوطني ربما ايضا يكون عنده اولا قبل ما ربما يكون عنده ايضا يعني تعليق على هذا الامر فيما يتعلق بالصناعات الصغيره والمتوسطه. والمهندس علاء معانا ما زال على الهاتف. يا دكتور بهاء، ما هي اهم الازمات التي تواجه الصناعات المغذيه لملف الصناعه الوطنيه؟ صناعات صغيره ومتوسطه صناعات مهمه جدا، محتاجين ايه حضراتكم ك قرارات تطلع من الحكومه لدعم هذه الصناعات الصغيره وتشريعات تطلع من البرلمان لدعمها ايضا من اجل تطوير الصناعه بشكل عام؟ طبعا الاجراءات اللي تواجهها اللي تؤديها الحكومه ياتي على قمتها في الوقت الحالي هو توفير العمله الصعبه للاستيراد. المشروعات الصغيره والمتوسطه احتياجاتهم قليله، ما ينفعش احطهم في الطابور مع الشركات الكبيره، فلابد من انشاء تكتلات او مجموعات روابط اتحادات زي الاتحاد اللي بيشرف ان مهندس علاء ماسكه، يتوفر ليهم اتاحه المواد الخام والمكونات. يا استاذ مصطفى، بدايه اي حاجه ان يكون عندي الماده الخام بتاعتها. ياتي نمره اتنين زي ما قال مهندس علاء، ودي موضوع مهم جدا ومش في الصناعه بس توحيد ولا في الصغيره والمتوسطه بس، توافر المعلومات. في حاجة اسمها قانون تداول المعلومات احنا منتظرين صدوره بقاله 10 12 سنة. احنا انا بعمل في احدى الشركات الصناعية الكبيرة قوي في مصر، لما بعوز رقم عن مثلا حجم صادرات مصر في المنتج الفلاني دوت من الدولة الفلانية معرفش اوصلها. برغم كل علاقاتنا ده وتوحيد الجهات المتحدثة باسم المشروعات الصغيرة المتوسطة. هو ده اللي كنا بنتكلم فيه، ده مطلب مهم برضه كنا بنتكلم فيه في اللينك الاولاني، ان الشباك الواحد ده هو يعني عنوان لكن عمليا مش حاصل. يعني انا الشباك اللي انا افهمه بقى، انا كمواطن عادي بسيط وعايز اعمل مشروع صغير متوسط كبير اي حاجه، الشباك الواحد انا هروح اقدم له الطلب، مستنداتي، سجل تجاري وكده،
وعدي عليه كمان اسبوع اخذ الرخصه. ده اللي انا فاهمه. ده في بعض الدول مش حاصل بقى. في بعض الدول على فكره بيحصل في نفس اليوم ده انت وبعديها ب 24 ساعه. وعايز اقول ان في بعض الدول الافريقيه كمان ساعتين. ده بقى انت تاخد تروح الدفاع المدني، تروح الاثار، وتروح جهاز المدينه، وتروح المحافظه. معقوله حتى هذه اللحظه لم نمر من هذا؟ يعني افتكر تصريحات كانت مباشره جدا الدكتوره سحر نصر وزيره الاستثمار من كام سنه. يعني معقوله حتى هذه اللحظه الملف ده لم يتم الحلحله فيه؟ انا هستشهد بحاجه واحده بس، كلمه فخامه السيد الرئيس في الجلسه الختاميه للاحتفال، تفتكر يا علاء بيه، الاحتفال بمرور 100 سنه على تاسيس اتحاد الصناعات، لما خاطب الموظفين وقال لهم لو سمحتوا يا جماعه اشتغلوا معانا شويه. مش ممكن. فاكر الجمله دي؟ ايوه ايوه اكيد. السيد رئيس نفسه ثم تقدم دوله رئيس الوزراء وقال يا جماعه اللي عنده مشكله يجي لي انا شخصيا. طب هو ده الحل يا جماعه؟ يعني يعني انا مثلا اقدر اوصل المهندس علاء يمكن يوصل للمهندس مصطفى مدبولي. طب المواطن العادي اللي بيعمل زي صح ما قال صحيح. عايز يعمل مشروع شماعات زي ما قال المهندس علاء ده، يروح لرئيس الوزراء عشان يخلص له ورقه؟ ما ينفعش. دكتور بهاء، اتكلمنا عن تحدياتنا، فرصنا فين في كل يعني نفق في حاجة منورة في الآخر؟ فالنهاردة أنا هقدر أشوف التحديات دي حلولها إزاي، فرصنا فين، إزاي النهاردة أحل، حضرتك اتكلمت عن يمكن أزمة العملة الصعبة، إزاي أجذب مستثمر أجنبي يجي يستثمر عندي؟ بالتأكيد أكيد في فرص. بالتأكيد مصر فرصتها عالية جدا. إحنا في الصناعة ما بنبتديش من الصفر. احنا عندنا مؤسسات صناعيه من بقالها اكتر من 50 سنه بتنتج في مصر. جميع الشركات العالميه جايه مصر، انا مش عايز اقول اسماء علشان سواء كانت موجوده واللي دلوقتي بتجهز وجايه. يعني اكبر شركه المانيه في الاجهزه الكهربائيه بتبني دلوقتي مصنعها في مصر على حاجه بتاعه 900,000 متر. صحيح صحيح. طب انا عايز اعود مره اخرى للمهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيره المتوسطه. باشمهندس علاء، اكيد حضرتك سمعتنا وسمعت التوصيات او الطلبات اللي قالها الدكتور بهاء في صريحكم انتم كممثلين للمشروعات الصغيره المتوسطه، تعقيبك وطلباتك تحديدا من الحوار الوطني في نقاط محدده ارجوك عشان بس لا نسهب في نقطه ولا ما تاخدش النقطه دي يعني حق النقاط الاخرى. اتفضل. حاضر. طبعا الدكتور بهاء قالوا ده احنا مقرينه 100% كطلبات وكده، بس حضرتك في الاخر قلت ايه فرص مصر في الاستثمار، او يعني طبعا عشان ما يبقاش الكلام كله ماشي في سكه ان احنا في مشاكل. طبعا في مشاكل ما فيهاش كلام وبنقعد عشان نحلها، انما واقع الامر انت عندك بلد فيها ديماند، فيها طلب فوق ال 100 مليون، بلد المفروض ان منطقيا ان هي النافذه بتاعت افريقيا، بلد الطاقه فيها ما زالت من ارخص دول العالم، العماله في عماله قد تكون محتاجه تدريب وده سهل. يعني اذا انت عندك مقاومات حقيقه الامر. ويمكن استغلالها بصوره، احنا عشان بنحب البلد سواء طبعا انا او الدكتور ديمتري او الكلام ده، بس هي الفكره كلها احنا بنقول احنا عايزين البلد دي يعني تطير بقى، مش مجرد ان احنا نجري، لا احنا عايزين فعلا نطير. فكل كلامنا بينصب في الحته دي، ان ايه اللي ممكن يتعمل عشان نوصل لهذا الكلام. فلكل اللي اتقال سواء الاجراءات او الاراضي او المعلومه او التوجه الاستراتيجي او الكلام ده كله، الشباك الواحد اللي كان مفهومه ان كله قاعد في حته واحده بحيث الاجراءات تخلص في ساعتها. انا كنت عضو مجلس اداره الهيئه العامه للاستثمار ايام الدكتوره سحر وعملنا هذا الكلام، وكان ده امل ان يبقى فعلا في خلال ساعه ساعتين تخلص، بس برضه نظرا لعدم وجود كيان واحد يملك كافة الصلاحيات في ايده، هو اللي يقدر لما حضرتك تكون عايز حتة ارض هتروح الحتة الفلانية، وانت قاعد هتنقل اللي انت عايزه، الارض اللي انت عايزها، الكهرباء اللي انت، الطاقة اللي حجمها او كميتها، الغاز اللي 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 فخلاص كل الكلام ده. طبعا برضو وجود الرخصة الذهبية ممكن يساعد في هذه الفترة على انجاز وسرعة انهاء الاجراءات، يعني رخصه بتجب كل الرخص. واضح واضح. يعني يمكن دي كمان من النقاط اللي نادى بيها دكتور بهاء ديمتري. شكرا ليك المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيره والمتوسطه، كل الشكر ليك. نرجع مره ثانيه لحضرتك يا دكتور، خليني ارجع ثاني لفكره التحديات والفرص، اجذب
ازاي المستثمرين، واحنا عندنا فرص كتيره زي ما كان استاذ علاء بيتكلم، احنا عندنا ايادي عامله مش هنستورد من بره، مش هنجيب من بره وليها فلوس كتير دي بتدفع عليها، عندنا الفكره، عندنا حاجات كتيره تخلي عندنا فرص. اكيد مصر غنيه جدا جدا بالفرص، وان يتضاعف نصيب الصناعه من الدخل، من اجمالي الدخل القومي، هذا ليس يعني حلم بعيد المنال. وشعار او هدف 100 مليار دولار تصدير مش صعب ومش مستحيل، احنا اوريدي بنعمل 35 40 دلوقتي. يعني برضه مش بنبتدي، مش يلا يا جماعه نبتدي نصدر بقى، لا، زي ما قال المهندس علاء وزي ما قال، مفيش المشاكل كلها والتحديات، انا بحب اقول التحديات اللي بتواجهنا واحده. احنا اتكلمنا عنها طبعا، ده في الوقت الحالي طبعا الموضوع صعب، وانا بقدر موقف الحكومه في توفير العمله الصعبه دلوقتي، لكن لابد ان ننظر الى هذا الموضوع بامور جديه، لان هو ده بدايه اي تفكير عشان اجذب مستثمر. واظن احنا كلنا متابعين حاله إرجال الصناعة بشكل عام، المشاريع اللي متاحة للاستثمار الخارجي، صحيح، وما تعانيه من في جلسات النقاش، صحيح. الحاجة الثانية طبعا اتكلمنا فيها الإجراءات، الحاجة الثالثة تسهيل الحصول على التمويل، الحاجة الرابعة ومهمة جدا جدا من أهم مدخلات الصناعة هي العمالة، زي ما حضرتك ذكرتي، العمالة الماهرة المتخصصة، مش عمالة بكثرتها، يعني مش عايز اقول يعني غير مؤهله، يعني غير مؤهله، تمام، ولا ادبيا ولا ثقافيا ولا علميا ولا حاجه خالص. محتاجين ان احنا نركز على هذا الموضوع، في مبادرات كثيره جدا من القطاع الخاص دلوقتي، صحيح، مع الجهات المنحه لتطوير مدارس، وفي مدارس يعني اللي هي المبادرات اللي قامت بها الحكومه، جامعه الدلتا تكنولوجيا، جامعه بني سويف، انا عايز انزل كمان عن كده اهوت، المدارس الصناعيه عندنا في مدارس، يعني في حوالي 100 مدرسه صناعيه دلوقتي تم، صحيح، تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتعاون مع الجهات المنحه زي المعونه الامريكيه، المعونه الالمانيه، والحقيقه دوت مشروع رائع جدا، صحيح، جدا جدا. ونوعيه الخريج اللي خارج من هذه المدارس الصناعيه هو ده بالظبط اللي محتاجه الصناعه، اللي انتم محتاجين، انه متفصل على حسب رغبه الصناعه، صحيح. يعني هنا الموضوع زي ما ممكن يبقى مثال على فكره يا جماعه عشان ننهي الحديث، صحيح، كمثال لكيفيه معالجه مشكله، صحيح. انا جبت بتوع الصناعه اللي هو ما بيحصلش خالص في اي، صحيح، قرار، صحيح، وقعدوا مع بتوع التعليم، انت عايز ايه في الراجل بتاعك، صحيح، كذا كذا، حلوه قوي النقطه دي، صحيح، حلوه قوي. على اي حال احنا عندنا مجموعه من يعني المطالب اللي قالها ضيفنا الدكتور بهاء ديمتري، وهو مقرر لجنه الصناعه في الحوار الوطني، اعتقد دي من اهم اللجان اللي هيكون عليها التركيز والفوكس من كل وسائل الاعلام الفتره الجايه باعتبارها الحصان الرابح لاي استثمار. مطالبات: اولا بان يكون هناك يعني شكل جدي من اشكال تعاون الحكومه مع الصناعه المصريه فيما يتعلق باستيراد المواد الخام، نقطه مهمه جدا ان احنا ما بنفتحش الاعتمادات المستنديه عشان قصة العملة الصعبة. عندنا قصة أيضا بتوفير الأرض والبتاع بأسعار رمزية زي على غرار عدد كبير من الدول اللي جنبنا، تسهيلات في التمويل زي عدد كبير من الدول اللي جنبنا، أعتقد مطالبات مشروعة بشكل عام هنستمع لها بتفصيل في الحوار. شكرا لك يا دكتور، كل الشكر لك.